أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ غواص في بحر اللغة مع أسامة عز الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة الجمل التعبدية. بإذن الله هنعيش في اللحظات القادمة في رحاب أقدس كلمة في الوجود، وهي لفظ الجلالة الله. تاريخيا العلماء بيقولوا إن مفيش حد من البشر جرؤ إن يسمي نفسه الله أو ابنه أو حتى معبوده اللي بيعبده من دون الله. يعني لو بحثنا في التاريخ كله مش هنلاقي كلمة الله أطلقت على غيره سبحانه وتعالى. هناك أسماء اخترعوها وسموها، قد يقولوا إله، لكن كلمة الله أطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. فرعون في قمة تجبره وغروره وادعائه الألوهية قال أنا ربكم الأعلى، لم يقل أنا الله، سبحان الله. وما زال التحدي إلى يوم القيامة أن يجرؤ أحد أن يسمي نفسه أو ابنه أو حتى معبوده بالله. فربنا سبحانه وتعالى منع الألسنة ومنع العقول أن تسمي هذا الاسم لغيره سبحانه وتعالى. الله يا الله يا الله. لغويا العلماء طبعا لهم مباحث كثيرة جدا في أصل كلمة الله. اخترت منها أحد الآراء اللي بيقول أن لفظ الجلالة أصلها الهاء اللي في آخر كلمة الله. الهاء دي عندنا في اللغة العربية هي رمز للضمير الغائب، يعني كناية عن الغائب، نقول هو أو نحطها نقول له أو كتابه، فالهاء دي ضمير الغائب. وكأن الإنسان لما اتخلق في هذا الوجود علم بفطرته وبعقله إن هناك من خلقه لكن مش شايفه، فرمز لي بهذا الضمير الهاء، وبعدين حط لها لام الملك أن الله عز وجل له، وبعدين حط لها أل للتعريف فبقت الله. ده أحد الآراء الجميلة في أصل كلمة الله. أيضا من خصائص كلمة الله لغويا إنك مهما حذفت من حروفها تلاقيها برضو بتدل على الله سبحانه وتعالى. يعني لو شلت الألف من الله تلاقيها لله، ولو شلت اللام الأولانية من لله تلاقيها له، له ما في السماوات وما في الأرض، ولو شلت اللام الثانية بتاعت لله تلاقيها هو، لا إله إلا هو، سبحان الله. الله يا الله يا الله. أيضا كلمة الله صوتيا تلاقيها بتنطلق من الأعماق، الله الحروف بتاعتها كلها حروف جوفية بتطلع من جوه الإنسان. يعني لو قلت الله معايا دلوقتي مش هتلاقي شفتين تتحرك، هتلاقيك طالعة من جوه جوفية، وكأنها إشارة إن ربنا في أعماقنا وفي ضميرنا وبيطلع من قلبنا، مش بيطلع من 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 مش بيطلع من شفايفنا. ده أيضا من ضمن الإعجاز أو من ضمن الملاحظات الصوتية في كلمة الله. من الملاحظات الصوتية أيضا في كلمة الله تفخيم اللام. يعني لما تيجي لام ولام وراها بنقول إيه؟ الليل، الذي، التي، ما بنقولش الليل، بنقول إيه؟ ها؟ الليل. إنما كلمة الله صوتيا الله تلاقي اللام مفخمة، والناس اللي عارفة التوجيهات طبعا عارفة يعني تفخيم الصوت. فأيضا من تعظيم الكلمة أو من انطلاقها صوتيا من داخل الإنسان يفخم هذا الحرف ويعظمه فتصير الله. هذه اللام لا ترقق إلا عند الكسر فقط، لأن الانتقال من الكسر للتفخيم ده صعب شوية، فلذلك نقول لله، إنما في كل الكلمات نقول الله. فده أيضا من الملاحظات الصوتية حوالين الكلمة. الله يا الله يا الله. أما عن أصل الكلمة بقى، يعني هي جاية من فعل إيه؟ العلماء انقسموا فرقين. بعض العلماء قالوا إنها مش مشتقة أصلا، هي مش جاية من فعل، ودي ظاهرة موجودة في اللغة العربية اسمها الكلمات الجامدة، يعني الكلمات اللي ما اتخذتش من فعل، زي قلم وزي سيف. هذه الكلمات لو جيت تدورها على فعل ما تلاقيش، لكن كلمة زي محمد، زي كتاب، تلاقي محمد من حمدة، كتاب من كتبة، عادل من عدلة. فالكلمة اللي لها فعل بنسميها مشتقة، والكلمة اللي ملهاش فعل بنسميها جامدة. فريق من العلماء قال إن كلمة الله لم تشتق من فعل، بل هي كلمة جامدة علم على وجود الله سبحانه وتعالى.
لكن فريق تاني اجتهد وحاول يدور عن أصل كلمة الله وانقسموا أو اختلفوا في أصل الفعل. بعضهم قال من أليها بمعنى عبدا، وده يمكن أكثر الآراء انتشارا، والبعض الآخر قال لا ده من لاها، لاها بمعنى ارتفع، أو لاها بمعنى احتجب، يعني في لاها في اللغة العربية، العرب كانت تقول لاهت الشمس يعني ارتفعت الشمس، أو لاها يليه بمعنى يحتجب. يبقى من أليها بمعنى عبدة، أو لاها بمعنى ارتفع أو احتجب، أو وليها بمعنى تحير واضطرب، فتحير من عظمة الله واضطرب كثيرا أنه وجد هذا الكون الجميل. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فعلى كثرة الآراء إلا أنك تجد أن الأفعال التي فيها احتمالات أن الله جت منها فتلاقي كلها تعطي أو تتفق مع المدلول التعظيم والعبودية لله سبحانه وتعالى. فده عن أصل كلمة الله سبحانه وتعالى. الله يا الله يا الله. أيضا في رسم الكلمة سبحان الله تجد أن الكلمة كان المفروض تتكتب إزاي؟ الإله، يعني ألف لام همزة لام ألف هاء الإله، لكن من كثرة الاستخدام سقطت الهمزة اللي هي الأولانية الإي اللي هي اللي بعد الأل دي، الهمزة دي سقطت، فبقت الكلمة معمولة إزاي؟ ألف لام لام ألف هاء، مفروض كده الله لامين وألف هاء، لكن العرب لقوا أن الكلمة هتتشابه مع اللات فراحوا شايلين الألف اللي قبل الهاء الأخيرة، فعشان تبقى عشان كده بقت كلمة الله يعني الله بالتفخيم، طبعا زي ما احنا عارفين احنا قلنا صوتيا بنفخم الايه اللام، فبقت ايه ها الله. كان المفروض ان لما تيجي لامين ورا بعض انهم يتدغموا ادغام ويتحط عليهم شده، يعني احنا في كلمه الذي رغم ان احنا بننطق لامين بس بنحط على اللام شده ما بنفردش اللامين، كلمه التي بنحط على اللام شده، حتى كلمه الليل الافصح ان احنا لما نكتبها ما نكتبش لامين، نكتب لام ايه لام واحد، باستثناء بعض الكلمات اللي بنفرد اللامين فيها زي اللذين واللتين، لا انها يعني عشان يفرقوها عن الذين والتي واللائي، يعني فبيحاولوا يعني عشان يفرقوا ما بين الكلمتين دولت فبيحاولوا ان هم ايه يعني فكوا اللامين. المهم ان بعض الكلمات في اللغة العربية اللامين بتوعها بايه بيتحطم، لكن تفخيما لكلمة الله وتعظيما تركت اللامان، تفخيما لله ولفظ الجلالة يعني رسما فتثبت اللامين، لان احنا كنا قلنا مبدا لو تفتكروا كل ما زاد المبنى زاد الايه زاد المعنى، فالعرب يعني حاولوا بكل ما يستطيعون ان يفخموا هذه الكلمه وان يعظموها لتعظيمها في النفس. الله يا الله يا الله. اخيرا كلمه الله هي الكلمه الوحيده لما تيجي تقسم تدخل عليها تاء، يعني الكلمة الوحيدة التاء دي لله بس، نقول تالله تالله، لكن حروف القسم التانية تخش على أي حاجة، يعني والله ورب الكعبة والرحمن، أو كانوا زمان المشركين يقولوا واللات والعزة وهبل، فمن خصوصيات لفظ الجلالة إن التاء لا تدخل إلا على كلمة الله فقط. أيضا من خصوصيات لفظ الجلالة سبحان الله إن الكلمة الوحيدة اللي تقبل ميم العظمة، يعني نقول اللهم، ما فيش كلمة في اللغة العربية نقدر نحط عليها ميم العظمة دي، فدي من خصائص لفظ الجلالة اللهم، فدي من خصائص لفظ الجلالة وهي إضافة ميم العظمة. أخيرا أي كلمة معرفة بأل في اللغة العربية لازم تجيب لها أيها أو هذا أو هؤلاء، يعني لازم تجيب في الوسط اسم إشارة أو أيها، يعني كلمة الإنسان لو عايز ناديها بياء، لو عايز أناديها بالياء أقول يا أيها الإنسان أو يا هذا الإنسان، كلمة الرجل ما ينفعش أقول يا الرجل، ما ينفعش، لازم أقول يا أيها الرجل أو يا هذا الرجل، دي قاعدة نحوية معروفة. إنما الكلمة المعرفة بأل الوحيدة في اللغة العربية، مع طبعا اختلاف أن أل دي للتعريف ولا أل دي من مبدأ الكلمة، المهم أن الكلمة الوحيدة التي تنطق بغير وسيط تنطق هكذا يا الله، وكأن التوحيد في نداء الله، مش عايزين اي كلمة غريبة ما بين يا وما بين الله، ف
فده من ضمن خصائص لفظ الجلالة الله، أنها الكلمة التي تبدأ بأل، ومع ذلك لا نستخدم أيها ولا نستخدم هذا ولا نستخدم وسيط، وكأنها إشارة أنك تنادي الله بدون وسيط، ففيها توحيد. فسبحان الله على ما خص به اسمه سبحانه وتعالى صوتيا وتاريخيا ولغويا وإملائيا، فسبحان الله رب العرش العظيم. الحقيقة دي بعض المعلومات اللي جمعتها من بطون الكتب ومن المعاجم حوالين لفظ الجلالة الله. طبعا ده يعني نقطة من بحر في هذا اللفظ العظيم، وده اللي شاء ربنا ان احنا نعرفه من اسمه سبحان الله. لا نشاء الا ان يشاء، ولا نحيط بشيء من علمه الا بما شاء، فاللهم زدنا علما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اعزائي المشاهدين، استودعكم الله، والى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج غواص في بحر اللغة.